أخبار العالم بإيجاز من غرفة أخبار القناة الجامعة المغربية، مرحبا بكم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينك أن أعضاء الناتو سيضعون خطة لكيفية الخروج من أفغانستان على أن يتخذ القرار بالاتفاق بين الحلفاء، وقال إن دول الحلف ذهبت معا إلى أفغانستان وستخرج معا. استدعت الرئاسة الروسية السفير الأمريكي لدى روسيا وأبلغته نيتها الحاسمة بالرد على أي عقوبات أمريكية محتملة ضد موسكو، بينما قال الكريملين إنه يدرس اقتراح بايدن عقد قمة مع بوتين في بلد التالي. إذا كانت إسرائيل قد سعت حقا إلى الانتقام بمواجهة أهداف إيرانية، فقد غيرت القواعد الغير المكتوبة للعبة الغير معترف بها، وذلك قد تكون له عواقب وخيمة. قال رئيس الوزراء اليوناني اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط. أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها تتابع بقلق شديد إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، بينما دعت السعودية لتفادي التصعيد. قال خبراء إن حصول مصر على التعويضات التي طلبتها عن إغلاق سفينة إيفر جيفن لقناة سويس مسألة معقدة، وإن المبلغ المطلوب كبير نسبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.